خايف لانه عندي السوابق في المباراه الاخيره واخيرا جزاء. لعبنا الشوط عالمي والشوط الثاني كنا شوط فلبيني. ترجع الكره تونسيه يمشي الذواد هاو الراس والهدف الاول. الهدف الاول المنتخب التونسي عن طريق مجدي التراوي. الله اكبر ايتها النسور. 1-0 المنتخب الوطني عن طريق مجدي التراوي. يا ولد الزود ذوادي يعطي كره بالمقاس والهدف الاول المنتخب التونسي. ان شاء الله يثبت الهدف. يا التراوي يا مجدي في ليله الامجاد كل شيء يهون من اجلك يا خضرة. كل شيء يهون من اجلك يا تونس. 1-0 للفريق التونسي عن طريق مجدي التراوي. الهدف الاول يا كالي بكلا وبالي. شوف حالي شوف مالي وحوالي من اجل اغلى رجالي رجال المنتخب الوطني التونسي. الله يا زو الله يا تراوي. هز الشبكه جيبها من الشبكه يا لاما. 1-0 في الفاينل. اي بدايه لاي منتخب اي روح لاي اصرار. وسط ميدان جاء من تالي وقالهم نعم سأسجل الهدف للصفر. للشعب ينتظر لملايين تستنى والجماهير وراكم الاف وما العالية. مشكل كبير. ترجع منتخب التونسي المرتده يمشي يوسف المساكني يجري زوادي زوادي حط الكرة خرج الولاد خرج راس راس يسو والهدف الثاني ليه 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 بذكراك يا نجيب يا خطاب. الهدف الثاني خطاب الباب على الابواب. تونس ترفع الشان بهدف نموذجي بكونتر نموذجي. الكونتر يبدا المساكني للذوادي وجول المساكني والزو الثاني 2-0 لنسور قرطاج. الله على الخضرة ورجالها. الله على تونس ابطال افريقيا في دورة المحليين. اول العرب الفائزين بالشان بعد تونسة الثورة عربيا. الكرة تونس قاريا يا رجال. الهدف الثاني والاروع. الله يا ذوادي في المرمى ذوادي في الجول ذوادي في المليان. 2-0 انجولا. اديوس انجوليز. الهدف الثاني لنصور. الله على الخضراء. لا صوت يعلو فوق صوت نصورنا ولا فرحة تعادل فرحة رجالنا. الهدف الثاني لتونس. انا احتفظ به بالشيء الكثير والمساك اليوم مش غريب مش غريب عليه الاصرار. ثالث دراجي الثالث المنتخب التونسي الثالث يا دراجي. شبكة يا دراجة يا وحبة حبة والكرة في الفيلي. كوم يا جوتام علي يا تونسي. كوم يا جوتام علي يا بلادي. 3-0 للدراجينو. 3-0 لواحد لاثنين بثلاثة يا انجولا. 3-0 لمنتخب تونس. 3-0. شوف يوسف شوف جوزيبي المساكني يمشي البيكاسو قزداوي يجبد مدافع دراجي. حط يا دراجي بذكريات الاهداف التاريخيه بشهادتك انت يا بنت. يوم سجلها في نيجيريا في فانسو انياما وتشهد اليوم على هدف يضرب به الدراجي المره الثالثه الانجولين. 3-0 3 اهداف للدراجي دراجي.